بدايه إننا لابد أن نحن نذكر مصر، والحقيقة هذه الكلمة بتحوي الكثير، وكما يقال عنها والكثير يقال عنها من خلال هذا المصطلح أم الدنيا. أم الدنيا وهي أم حقيقية تحتوي الكثير وتصبر على الكثير وتداوي الكثير وتتحمل. دعونا نتحدث من خلال هذا المشهد الجميل، وهو مشهد أرض الكنانة أم الدنيا التي تحتوي أبنائها. النهاردة المسيحي والمسلم معا يدا واحدة، وزي ما قلت لحضراتكم الشخصيات اللي بنقابلها النهاردة حقيقي، نموذج حقيقي للواقع اللي احنا بنعيشه، والحمد لله يا رب العالمين. معنا جناب القمص لويس عويضة، وهو أستاذ القانون الكنسي. معنا كمان فضيلة الشيخ علوي أمين، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. نرحب بحضراتكم معنا. أهلا بك يا ست. قمة السعادة الحقيقة لما بنجد حضراتكم دائما مع بعض، وهذا المبنى يشهد، مبنى تلفزيون يشهد بتواجد حضراتكم الحقيقة دائما سويا. وعايزة أقول لحضراتكم سر دلوقتي حالا، بقول أقدم مين الأول؟ الاثنين بيقولوا لي هو الأول. فالحقيقة دي كنت لازم ان انا اسجلها النهاردة. فضلت الشيخ علوي بيقول جناب القمص، وجناب القمص بيقول فضلت الشيخ علوي، ودي اكبر او ده اكبر دليل لحضراتكم لهذا النموذج الحقيقة لابد ان يحتذى به على المستوى المواطنة الحقيقية. نرحب بحضراتكم. أهلا. يعني هسمع كلام فضلت بس الشيخ، بس في حتة نسيتيها. اتفضل. انك بنتنا. الله يكرمك يا فندم. واحنا بنفخر بكده. واحنا والله احنا اكتر يا فندم. يعني احنا بنفخر انك بنتنا، بنت مولانا وبنتي، وبنسعد بيكي. أشكرك. لما بيذكر اسمك او بتيجي سيرتك بنسعد. اشكرك يا فندم. وبنحس ببهجة. اشكرك يا فندم. لسه قاعدين بنقول بقالنا يعني سنين سنين فعلا. هم نموذج حقيقي، وانا يسعدني جدا النهارده يكونوا معانا على شاشه القناه الثانيه. جناب القمص، الحقيقه لما بنتحدث عن مصر ارض الكنانه. لا 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 اتفضل 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 جناب. انا استاذنت بفضل. لا هو يعني احنا هنعزم على بعض، وانا عارفه قلوبكم وعارفه روحكم. اكبر دليل ان الصغير للكبير هذه الروح يعني. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب ان شاء الله. لما بنذكر هذه الكلمه يا فندم، ماذا ياتي على ذهنك؟ قول السؤال تاني. ارض الكنانه مصر. ارض الكنانه مصر. مصر هي الحاجه الحلوه الجميله. حينما أنا أكون مر النفس وأفكر فيها أبتهج. نعم. وحينما أحس بمرارة الحلق وأفكر فيها أحس بحلاوة. الله حقيقي. وحينما أكون حزينا وبمجرد ذكرها أفرح. فهي البهجة، فهي الفرح، فهي الحلاوة، فهي قصة العمر كله منذ القديم إلى هذا الوقت مضمونة برب العالمين سبحانه وتعالى، الذي فضلها واصطفاها على كل الأمم. نعم حقيقي. وكل البشر. قبل أن يكون هناك أمم ولا بشر كانت مصر في عقل الله، فاصطفاها الله وأحبها وجعلها مأوى ومأمن. نعم. لكل أصفيائه وأنبيائه منذ أبونا إبراهيم أبو الأديان وأبو الأنبياء. نعم. إلى السيد المسيح له كل المجد. نعم. الذي جاء هاربا من وجه الطغيان اليهودي إلى هنا. نعم. أرضنا في مصر، حيث وجد السلام والأمان والإطمئنان، وعاش فيها 3 سنوات وثلث في خير وسلام وأمان، من ربوعها شمالا إلى جنوبا وجنوبا إلى شمالا، فتقدست وتباركت واستحقت هذا النداء الرباني السمائي: مبارك شعب مصر. وحينما كانت هناك المجاعات وأنشد الأنبياء الطعام والغذاء والكساء، جاءهم الصوت الرباني: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأمنهم من خوف وأشبعهم من جوع. إذن هي أرض الكنانة، هي أرض السلامة، هي أرض المحبة، هي أرض الطمأنينة، هي أرض الأخوة. هي أرض العمامة البيضاء. أنا هنطلق وأرض العمامة السوداء. أنا هنطلق من هذه الأخوة. هي الأزهر، هي الكنيسة، هي مصر. طبعا هي مصر، هي اللون الأسود. أيوة. حيث يرمز إلى الطمي.
والأبيض الذي يرمز إلى النيل، والأحمر الذي يرمز إلى دم الشهداء والشهادة. فمصر أم الشهداء جميلة، أم الشهداء نبيلة، عبرت بحر الألمات. حبيبتي سوف تعبر وتعبر، وإلى أمان وإلى عليين إن شاء الله آمنين. نحن نفخر بأننا مصريون إن شاء الله. هذه الأخوة، وهسميها بالمصطلح وجناب القمص يعني يبقى معنا في الجزئية دي، خلطة. عايز أعرف سر الخلطة وهذه المحبة وهذه الأخوة التي دامت سنوات ونتحدى بها الجميع يا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. مصر كنانة الله في أرضه، بمعنى ما معنى كلمة كنانة؟ نعم. العباءة أو مكان الدرع أو مكان النصل. نعم. يجمع فيها الإنسان كل قوته. قد جمع الله في مصر القوة بكل كاملها. تخيلي أن أول أنبي، أول نبي بعد آدم سيدنا إدريس. نعم. كان في مصر. أول حضارة، أول حضارة كانت في مصر. أول نور سماوي كان في مصر. ربنا سبحانه وتعالى لم يتجلى على قطعة من الأرض إلا على مصر. سبحان الله. فمصر بلد الأمن والأمان بتجلي الله، بأنبياء الله على أرضها، بنيلها الذي ارتوى منه كل من كان مسعى على أرضها. نعم. هذه الأخوة، لأني أنا وهو قبطي. نعم. بمعنى قبطي يعني قبطي يعني مصر، فكلانا من دم واحد ومن نهر واحد ومن تراب واحد. انظر إلى وجهي وانظر إلى وجهي، تجد النيل يرصع بين جنباتنا، تجد الحب الذي زرعته مصر في أبنائها يفيض بيني وبينه، وكأننا رجل واحد انقسم إلى جسدين. نعم. هذه هي مصر. أيوه. كل من عليها وكل ما فيها يعلم يقينا أن الله ذكرها في القرآن 5 مرات بالتصريح، و32 مرة بالتلميح. نعم. والكتب المقدسة الإنجيل 21 مرة. تمام. التوراة 571 مرة. في الزبور كل واحد منهم 735 مرة. الكتب المقدسة 735 مرة. نعم. دي مصر التي حباها الله بفيض من نوره، كما قلت لك ربنا تجلى لموسى على الجبل ولم يذكر اسم مكان إلا في 3 أماكن. أقسم ربنا التين والزيتون بلد المقدس بلد السيد المسيح، وطور سينين مصر، وهذا البلد الأمين مكة. مصر قدس، مصر مكة. وسبحان الله كما قال أخي، مر عليها من الأنبياء إدريس وإبراهيم وعيسى عليه السلام ويوسف واليعاقبة، كلهم مروا على أرض مصر وعاشوا فيها. عاشوا فيها موسى بأخوه هارون عندما أمرهم ربنا، أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما مصر بيوتا. أمرهم الله أن يعيشوا في مصر. سبحان الله. وعندما قال الذي اشتراه من مصر لسيدنا عن سيدنا يوسف، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه. نعم. ولما
ظلم يوسف وأصبح عزيزا مصر، ذهب إليه أخواته فقال لهم فلما دخلوا على يوسف أو إليه أبوه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. احنا على فكرة النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع، وأنا سعيدة بوجود حضراتكم الحقيقة معنا النهاردة. عايزين نقف صفا واحدا مع الشباب، أمام الشباب، في ظهر الشباب، ماذا عن أهمية وتأثير الشائعات سلبا على الوطن وعلى الأوطان وعلى الأمم أينما وجدت. لدينا تقرير هنتابعه مع حضراتكم ونشوف مدى وعي وإدراك شعبنا بأهمية الانتباه والالتفات لمثل هذه المنغصات التي قد تودي بأمم كثيرة الحقيقة. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع ونشوف آراء، يعني عايزة أقول إن هم مش علمائنا ولا أي حاجة في الدنيا، إلا إن هم قلب أو قلب مواطن حقيقي مخلص لهذه البلاد. نخرج لهذا التقرير ونعود لحضراتكم مرة أخرى.